بسم الله الرحمن الرحيم. بنستكمل اليوم باقي طرق تحكم في الانبعاثات الغازية، واليوم حنتكلم على اير ستيج كومباستور. احنا شفنا المرة اللي فاتت الفيول ستيج كومباستور، النهاردة نتكلم على الاير ستيج كومباستورز، وحنتكلم على الاير ستيج لو بيرنر نوكس، وهنتكلم على المزايا والعيوب زي ما قلنا لكل سيستم، وهنشوف اللو اكسس اير فايرنج، وهنتكلم على البارالل والراديال ومزايا البارالل والراديال. زي ما شفنا في المحاضرة اللي فاتت لما اتكلمنا على الفاول ستيج، النهارده هنتكلم على الاير ستيج. الاير ستيج ان انا بضخ الهواء على مراحل، يبقى اول حاجه بضخ من 50 الى 75% of compression air is supplied to primary combustion zone، يعني في منطقه البرايمري كومباشن زون بضخ من 50 الى 75% with all fuel، والوقود كله موجود. فبالتالي هنا بيكون عندي ايه؟ بيكون عندي نقص في الاير بالنسبه للوقود. ده بيؤدي الى reduced NOx formation due to lean combustion. طب الريميندر of the air is injected downstream forming a secondary flame zone where combustion is completed. باقي الهواء بضخه في منطقة السكندري، يعني عكس ما عملنا في الفلويد. النوكس formations in secondary flame zone is reduced because the inserts air from primary flame zone reduce flame temperature. يبقى انا وصلت للهدف الاساسي عندي ان انا قللت الفليم تمبريتشر، وبالتالي قللت كميه النوكس في المنطقه بتاعت السكندري فلو. زي ما شفنا الديزاين هنا نفس الكلام، ادي عندي هنا الاير، عندي الستيج اير، عندي السكندري اير، عندي البرايمري اير يعني ده الهواء الاساسي عندي، وعندي ده السكندري الهواء. بضخ انا الوقود in general، مصدر الوقود واحد، وبعدين برضو باخد الهواء بضخ كمية منه زي ما قلنا من 50 لـ 75 في منطقة البرايمري، وبضخ الكمية التانية في منطقة السكندري. يبقى staged air mixed with combustion produces from primary zone which lower peak flame temperature. زي ما قلت لك الاصل عندنا هو في كل الانظمة اللي اتكلمنا عليها او في معظمها انه انا بتحكم في الفليم تمبريتشر، بتحكم في الفليم تمبريتشر. زي ما قلنا substoichiometric conditions in primary zones increase the amount of reducing H2 and CO. يبقى لما نيجي نتكلم على الديزاين هنا انا ضخيت الهواء على مرحلتين، فبنيجي بنقول air staged low NOx burner primary flame zone is burned fuel rich and low oxygen concentration، بتقلل زي ما قلنا في الشرح النقص. طب ايه مزايا وعيوب هذا النظام؟ reduce CO UHZ and NOx emission، بيقلل نسب CO والUHZ والNOx. extending lean blow out limit lower to lower equivalent ratio. احنا دائما بنركز على المزايا البيئية، ولذلك النقطة الأولى اللي هو بيقلل الـ CO والـ UHC والـ NOx لهذا السيستم it is very good. disadvantages of staged combustors طبعا lower combustion efficiency due to chemical reaction occur at edge of individual combustor zone، يبقى بيقلل كفاءة الاحتراق بتاعتنا. non-uniform exit temperature result in a loss of turbine efficiency. two or more zones are employed to optimize certain aspect of combustion performance. هلاقي ان العيوب بتاعته كلها مرتبطة بعملية اللي هي البرفورمانس بتاع الانجن. يبقى الميزة في استخدام الاير ستيج كومباستورز انه انا بعمل ريدكشن للسي او واليو اتش سي اند نوكس اميشنز. اذا عملنا كومبيرنج، انا عندي اللو اكسس اير فايرنج، اذا عملنا كومبيرنج بتوين الانظمه اللي اتكلمنا عليها الكونفنشال والستيج اير والستيج فيول،
بلاقي انه لما بضخ على مراحل اقل واحد في نسب التلوث هو الستيج فاول. يبقى الكومباريزونز اوف كونفنشنال اند لو نوكس برنر ار شون فور ناتشرال جاز ويز 15 اكسس اير. بلاقي ان انا عندي لو اوكسجين كونسنتريشنز ان برايمري فليم زون reduces NOx formations من 0 إلى 25% and improves thermal efficiency. انت لو بصيت للنسب بتاعت انبعاثات النوكس زي ما شفنا في الفيجرز، لو خدنا اي نسبة عندنا مثلا لو عند واحد، بلاقي انه نسب لو ستيج فيول اقل من لو ستيج اير اقل من الكونفيتش. يبقى it is better to use staged fuel. يبقى for low excess air flame lengths increase CO emission. في انواع تانية وهنتكلم عليها بسرعة جدا اللي هي البارل او راديال. الاوتر كومباستور از ديزاين تو اوبريت لايتلي لودد ايكوفالنت ريشيو از سيلكتد تو مينيمايز سي او اند دي اتش سي. الانر كومباستور از ديزاين تو اوبتمايز كومباشن بروسيس ات هاي باور ويز شورت ريزيدنس تايم اند لو ايكوفالنت ريشيو تو مينيمايز نوكس اند سموك. Portion of fuel برضو نفس الكلام، جزء من الوقود is injected into conventional primary combustion zone. Additional fuel pre-mixed with air is injected to secondary zone which are operate at low equivalent ratio to minimize NOx and smoke. طب ايه مزايا radial stage combustor؟ All combustion goals are achieved with low emissions. يبقى احنا بنقول كل الاهداف اللي احنا عايزينها من الحريق بتتم مع الاحتفاظ بانبعاثات قليله. And same lengths as conventional combustor. Linear lengths to height ratio imposed annuli within short overall lengths decrease weight and rotor dynamics. يبقى بنقلل الوزن. البيئة أو الميزة البيئية اللي موجودة عندنا اللي هي reducing CO UHC by 35% and NOx by 45% in comparison with single annular. يبقى دي الميزة البيئية اللي موجودة باستخدام radial staged combustor. احنا ان شاء الله بإذن الله هنستكمل باقي طرق التحكم في الانبعاثات الغازية في المحاضرة القادمة بإذن الله.